الحارة تنور تحكي عن ضيف جديد يملى قلبي أفراح ويخلي الدنيا عيد. لذلك وصيتي لنفسي ولإخواني في هذا الملتقى الطيب المبارك أن نجدد النية، أن نجدد النية في أن يكون عملنا وخدمتنا لكتاب الله عز وجل ابتغاء ما عند الله عز وجل. إذا نظر الله إلى قلوبنا يجدها قلوبا صادقة مخلصة لا ترجو إلا ما عند الله سبحانه وتعالى من الأجر والثواب. لذلك إخواني ينبغي لنا جميعا أن تكون خدمتنا لكتاب الله عز وجل ولسنة النبي صلى الله عليه وسلم ابتغاء وجه الله. ما ينبغي أن تتشوف نفوسنا لشيء من الدنيا. إخواني الكرام، لنا إخوة كرام يقفون معنا داعمين مساندين لهذه المسيرة القرآنية المباركة. أذكر منهم الإخوة الكرام في أمان فلسطين، أخونا أبو معاذ الله يجزيك الخير، مدير هذا المكتب في غزة، والإخوة في ماليزيا الذين أولوا هذه المسيرة القرآنية المباركة اهتماما خاصا، بل كان لهم دعم متميز لهذه المسيرة ولهذه الدار المباركة بفضل الله سبحانه وتعالى. رمضان جانا وفرحنا أبو بعد غيابه، أهلا رمضان غنوله شهر طوله غنوله، أهلا رمضان رمضان جانا وصوت الداعي فينا يبان بيندهنا في كل أذان يقول حيّ